إلى مجد دانيال، وهالمرة عند أبرز المعالم بالنسبة إلي في شفا عمر. هاي محطة ضرورية. شفا عمر بالفعل. مجد. نعم نعم أمير، يعني كنت تسمعني. بالفعل هي أبرز المعالم بالنسبة لك وأيضا بالنسبة إلي وبالنسبة لكثار في شفا عمر وأيضا في مجتمعنا العربي الفلسطيني في الداخل. يعني من منا لا يعرف بوضة شفا عمر؟ ولكن بالبداية أريد أن أنوه بأننا نتواجد في منطقة السوق القديم هنا في مدينة شفا عمر، ومن خلفي يعني الجامع والكنيسة متلاصقين، يعني متلاصقان جنبا إلى جنب، وهذا يؤكد على هذا النسيج الاجتماعي الرائع ويعني الانصهار الاجتماعي هنا في شفا عمر، وهذه اللحمة وهذا يعني وجه البلد الرائع وما يميز هذه المدينة. والآن يعني سندخل وأطلب منكم أن ترافقوني لندخل إلى المعلم الأبرز لربما مدينة شفا عمر، وهو بوضة شفا عمر، لنتحدث مع سهيل مشاعل وهو من أصحاب هذا المحل. أريد أن أرحب به بداية. أهلا وسهلا بك، صباح الخير، كل عام وأنت بخير. نعم يعني أطلب من المصور، ننتظر روني أن يتقدم. صباح الخير، كل عام وأنت بخير. صباح النور، كل عام وأنت بخير للجميع. نعم يعني بوضة شفا عمر هي معلم بارز في شفا عمر، ولربما هناك من يعتقد بأنه من أبرز المعالم في مدينة شفا عمر. 60 عاما وهذا المكان قائم، حدثنا أكثر. أكثر شوي أكيد، لا شك أنه محل بوضة شفا عمر أصبح من معالم البلد. المحل تأسس منذ سنوات أواخر الثلاثينات وما زال قائما، أسسته الجدي وكمل في المشوار الوالد والعام، هن أنشأوا هذا المحل العريق، واللي إحنا اليوم الجيل الثالث بهذا المحل بنفتخر فيهن وبنفتخر بالمنتج اللي إحنا بنعطيه. يعني هون كمان بدي أسأل عن السر، يعني مش معقول يعني كل المجتمع العربي في الداخل فيش شخص من الشمال للجنوب ما بيعرف بوضة شفا عمر، شو السر اللي خلى هاي البوضة تكسب هاي الشهرة الواسعة؟ أولا كان فقر جدا لوجود أي نوع بوضة موجود في فلسطين في البداية، وإحنا كنا من الأوائل جد قدرات بصنع بوضة. لا شك إنه الأجيال اللي موجودة لحد اليوم نشأ اول مذاق لبوزة كان بوزة شفا عمر، فالاشي جدا كمان بربطنا بالماضي وبتراثنا. والبوزة فريدة جدا، هي تختلف عن باقي البوزة. البوزة مبنية على المستكة، على الحليب الطبيعي، هي بوزة عربية الاصل شامي، انما احنا وجدنا لحالنا الخلطة المناسبة وهي اللي بيميز هاي البوزة. وإذا بدنا نرجع أكثر لقصة بوزة شفا عمر، مثل ما حكيت أنه جدتك هي كانت من المؤسسية، وهي اللي طبعا الوصفة أجت من عندها، خلينا نقول الوصفة السحرية يعني خلينا نسميها، فأحكي لنا أكثر عن هاي القصة اللي هي قصة رائعة جدا. يعني طبعاً هاي الأوقات إحنا عم نشاهد البوضة عم تنتقل من الداخل إلى أحد الثلاجات هنا، سنصور يعني أطلب من المصور أن يصور الجدة أوجدت البوضة كان ك من معيشة للأولاد، أرادت أن تجد معيشة لأولادها، كان فقر تام في البلد وفي المنطقة كلياتها، فابتكرت هاي الشيء. يعني كان عندها معلومات أولية من إخواننا السوريين اللي كانوا متواجدين في بلادنا كمان، وهي طورت هاي الشيء وصممت إنها تعمل شيء مميز وفريد، وكان عندها كتير هي الضلاعة والذوق بأنه تعمل كمان حلويات مختلفة، فأسست هاي اللي نسميها الفورمولا او الخلطه السحريه لهاي البوزه،
وانطلقت فيها. واحنا بنشكرها كثير على انها بادرت انها تاسس هاي البوظه، وبالعب يعني بالفعل انها تمتعنا بهذه المذاقات الرائعه، يعني اللي صعب بالفعل يعني صعب نلاقي مثلها في اي مكان اخر. يعني طبعا احنا بعدنا في ساعات الصباح الوضع هادي لانه الدنيا الصبح اكثر، في ساعات العصر تزداد الحركه، واحنا كمان في اجواء عيد. وهون يعني بدي اعايد عليك واعايد على الجميع واشكرك جزيل الشكر، واطلب منك انه تستمروا في هذه النجاحات وهي مسيره العطاء ومسيره يعني ابساط الناس في هذه المذاقات. شكرا لك. تسلموا كثير، اهلا وسهلا فيكم، وكل عام وانتم بخير للجميع. شكرا شكرا. يعني اذا يعني كان معنا سهيل مشاعل من اصحاب يعني بوضه شفا عمر هنا في مدينه شفا عمر، وقد تحدثنا عن السر الذي يقف من وراء هذه البوضه الشهيه والتي يعني يتمتع بها الجميع ويقصد الالاف من الزوار حول يعني داخل البلاد، يقصدون مدينه شفا عمر لتذوق ويعني التمتع بمذاق هذه البوضه.